جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إمام أو مؤذن أخذ إجازة لمدة شهر ووكل شخصا آخر يقوم بعمله مدة غيابه، والنظام نص على أن المكافأة لمن يقوم بالعمل، فهل يجوز لي أن أعطيه جزءا منها أو أخذ الباقي، أم لا بد من دفعها كاملة لمن ينوب عني؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز لك أخذ شيء منها ما دام أن النظام ينص على أنها تكون للنائب، يجب إعطاؤها للنائب بموجب النظام، إلا إذا سمح لك بها، إذا سمح لك وكيلك بها فلا بأس بذلك، لأنها حق له وقد سمح به لك. نعم.